النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قليل دائم خير من كثير منقطع. احنا خذنا 28 وسيلة ذكية في الوصول إلى القلوب، هذا الطريق إلى القلوب في 28 وسيلة خذناها على الحروف الهجائية من الألف إلى الياء. فأنا شو أقول؟ لا تيم عبدالله وعبدالله اليوم يغيرون نظام البيت كله، راح نطبق 28 وسيلة كلها. لا لا لا، هذا ما نبي، هذا الكثير اللي قد يكون أسبوع بعد نتعب أنا، لكن ناخذ من كل حرف شيء، من الألف، من الباء، من التاء، ناخذ شوية ونطبقها، ناخذ كلمة صغيرة ونطبقها، ناخذ تغيير إن شاء الله. أنا أقول خلونا نتفق مع بعض 6 أشهر من الآن، عندنا 6 شهور يا أم عبد الله وأبو عبد الله وعبد الله وحصة، عندنا 6 أشهر نتغير فيها تدريجيا، حتى بعد 6 شهور نكون خلاص بيوتنا تحولت إلى بيوت الحب والقلوب الواسعة والكبيرة، ونستعد إن شاء الله حق رمضان اللي بعده وحنا في حياة سعيدة. 6 شهور تدريب وتغيير، و6 شهور بكمال وتمام الراحة والاطمئنان إن شاء الله راح تكون بيوتنا بيوت الحب والاطمئنان. أنا طبعا بحكم أن عندنا حلقة باكر في الحالتين رمضان أو عيد، فالتبريكات والتهنئة والشكر والإحصائيات والأرقام وشوية مفاجآت نخليها إن شاء الله حق باكر.